أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعها التنفيذية أو الخدمية، فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ندوة الإعلام والوعي والتنمية التي تنظمها وزارة الأوقاف. تجديد الخطاب الديني وارتباطه بالإعلام محور ندوة مشتركة بين الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين ومحافظة جنوب سيناء، حيث ناقشت الندوة قضية الوعي وبخاصة ما يتصل بفهم صحيح الدين وكذلك قضية التنمية التي تنطلق بقوة في كل ربوع الوطن. أهم ما أعلن عنه هو القافلة الدعوية لوعظات الأوقاف إلى محافظة جنوب سيناء على مدار عدة أيام لعقد عدة ندوات تثقيفية ولقاءات مع السيدات البدويات في التوعية الدينية والتوعية الوطنية وفهم صحيح الدين. مدينة الدور فيها افتتاحات هناك وفيها طبعا تغيير ونقلة كبيرة جدا، مش شرم بس، لا بكلمش على شرم، لكن ما نروحش شرم خالص، نروح طابة، نروح الدور، بحيث ان برضو العالم والشعب كله يعرف ان في طفرة وفي نماء وفي تنمية كبيرة جدا في المحافظة وفي المدن كلها. الندوة تناولت أيضا دور الإعلام في بناء الوعي وخاصة فيما تشهده مصر من إنجازات تستحق تسليط الضوء عليها، لا سيما وهي ترفع الآن شعار كرامة الإنسان وضرورة الحفاظ عليها. الدولة المصرية فيها الكثير والكثير الذي ينبغي أن نلقي الضوء عليه، وإننا نقف جميعا وراء هذه الدولة لأنها تفعل الآن ما لم تفعله في تاريخ. إذا امتلكت إعلاما صادقا، شكلت وعيا أيضا صادقا، اتخذت قرارا صادقا في صالح المواطن وفي صالح الدولة المصرية، وهو ما يسمى أو ما يترجم إلى مسمى ومفهوم التنمية. التحديات التي يواجهها الإعلام أحد محاور الندوة، وكان من بينها ضرورة مواجهة الشائعات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية التي تحاول عرقلة مصر من استكمال مسيرة التنمية وخططها الاستراتيجية لبناء الدولة. يظل الإعلام بكل روافده وحجر الزاوية لزيادة الوعي والتنمية على حد سواء، فجاءت ندوة الأوقاف نحو المؤسسات المتخصصة في خطوة من شأنها توسيع دائرة الوعي لدى المتلقيين. رمضان المطعاني، النيل.